لما شفته اسودت الدنيا بعيوني، قلت لحالي معقول هذا عبد الرحيم؟ وش كان موقف الطبيب؟ إيه ما بعرف، يا اما هو بعد المعاينه شافه فعلا مجنون، يا اما انه راضي يساعده بعد ما حكيت معه انا فراح كتب في تقريره انه مجنون. وانت لازم بيك لما شفته ما عرفت من تعابير وجهه اذا كان مجنون او ما هو مجنون. صراحه الوضع اللي شفته فيه ما بيطمن ابدا. مسكين. اصعب شغله في الدنيا يا جماعه هي الانفرادي. سالوني الي مره حبسوني العثمانيين وتركوني في الزنزانه لحالي مده اسبوعين. إيه فعلا خفت على عقلي يطاء. طيب والحل؟ ما بعرف، ايش رايكم؟ ما دام صار في مستشفى مجاني فما عاد في مشكله. انا رايي نحكي مع الممرض ونهربه. انا مستعد احكي معه ناظم بيك. هيك رايكم؟ طيب واذا رفض؟ ما بيرفض. بهالحاله مستعد ادفع له قد ما بيطلب. خلص ناظم بيك، انت بس دخلني على المستشفى وترك الباقي علي. وانا مستعد ادخل معك. ما في مانع. طيب تكلنا على الله. وانا بكون مستني في العربيه برا المستشفى.